مين قدك يا عم؟ ابطال افريقيا وهداف البطوله وبقى احسن لاعب في افريقيا. مش للدرجه دي. طب هداف البطوله ماشي، انما احسن لاعب في افريقيا دي واسعه شويه، ده ابو تريكه ما خدهاش. لا خلي عندك ثقه في نفسك شويه، انت عندك مقومات مش بس تبقى احسن لاعب في افريقيا، في العالم كمان. دليل اهو عليك طلب والناس عايزاك. عليا طلب ايه بس؟ انت تصدق كلام الجرايد؟ لا ده مش كلام جرايد، ده فاكس رسمي من اسبانيا. منين؟ زي ما سمعتني، من اسبانيا.